بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستقاله لا توجد في مضمون اتحاد كره القدم اطلاقا. احنا ما نخضع الى لان احنا ما حد يبغى ذراع. لو جت الذراع ما نتعامل بها. اطلاقا ماكو استقاله. شنو اللي القادم بعد راح ترجع الشركه طبيعيه؟ طبيعيه والنسخ تصير نحن والاتحاد. والاتفاق اللي صار بين الملاعبين؟ ما الاتفاق اللي يخصه اتحاد اليوم اجتماع مكتب تنفيذي. واللي يخص المواضيع يخص الملة مو احنا للمحاكم للمحاكم عادية طبيعية حتى في حال ايقاف الكرة العراقية؟ لا لا احنا مع مو ضد الكرة العراقية، احنا ابناء العراق ونحترم العراق، احنا مو ضد الكرة العراقية، لا لا يفسرون المضمون بس ما له ذراع ما حد له ذراع، نحن المنتخبين قبل الهيئة العامة والهيئة العامة هي الشرعية اللي تطلب يعني سحب الثقة. ما هو رد السيد عبد الخالق مسعود يعني؟ هل هناك استقالة للرئيس الاتحاد يعني؟ هذا تقدرون تسألون به راح يكون متواجد بالاتحاد كرة القدم بس احنا كاتحاد كرة القدم طلعنا به عدم استقالة ما لا توجد استقالة في اتحاد كرة القدم وما حد له ذراع اتحاد كرة. رأي علي جبار بالموضوع؟ بناقش كل واحد تقدرون تسألوه بس انا بنعطيكم رأي اخواني اعضاء الاتحاد. هذا رأي الاغلبية يعني؟ الاغلبية ونحن مع المحاكم.